بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله ده شرح ديزاين المين جيردر أز بليد جيردر. يعني إحنا كنا خدنا قبل كده تصميم الكروس جيردر، والكروس جيردر كانت بتحفيها فيها احتمالين، يا إما تطلع معانا بليد جيردر أو تطلع من جوه الجدول. الناس اللي طلعت معاها قيمة السترينج أكشن كبيرة على الكروس جيردر، وبالتالي طلع حجم او مساحة المقطع كبيرة مش موجودة في الجدول، فهنضطر نصممها از بليد جيردر. هي البليد جيردر دي هي عبارة عن كاميرا لكن مجمعة. مجمعة ازاي؟ يعني انا بيبقى عندي في المصنع الواح كبيرة، بيتصنع عادي الواح مثلا تقريبا 3 متر 20 في 1 متر 40، وسمكتهم زي ما انا عايز، واقوم جاي من اللوح ده واقطع حته هنا كده واعملها ويب، واقطع اجزاء كده اعملها فلانج خلاص، وهكذا، وابدا اجمع القطاع بتاعي والحمه في بعضه. يبقى لما اجي اقول لك هتصمم بليد جيردر، ده معناه ان انا هصمم ايه؟ هصمم 3 حاجات. اول حاجه هجيب الويب، أجيب الفلانج، وأجيب اللحام اللي بينهم خلاص، وأبدأ أشيك عليهم سريعا كده. في الحقيقة هو المين جيردر على ضخامتها، وعلى إن على أهميتها كألم داخل الاستراكشر اللي هو الكوبري بتاعي ده، فهي تصميم هيبقى أسهل من اللي قبلها إن شاء الله يعني. وفي الحقيقة إحنا يعني مسهلين برضو عليكم الأمور شوية، في شوية حاجات كده المفروض بتتعمل بس إحنا مش هنعملها خلاص. فالتصميم هناخده بشكل مبسط، وطبعا كل حاجة ليها طريقة دقيقة جدا وليها طريقة مبسطة شوية، فاحنا هنتعامل بشكل مبسط ان شاء الله. الكاميرا اللي احنا صممناها السكشن اللي فات سريعا كده هي الكاميرا دي، اللي هي كانت الكروس جيردر، صممناها از سيمبل. في الحقيقة بس وجب ان احنا ننوه ان مش شرط ان هي تيجي سيمبل، يعني وده بيحصل كتير في الامتحانات يعني للناس بالمرة، ما ننسى ممكن يجي في مرة، أنا قلتها في شرح مرة بس مش في شرح الكروس. في الحقيقة هو لما يجي يغير في السيكل سيستم، الحاجة الوحيدة اللي ممكن، أو مش الوحيدة، الحاجة الأغلب التغيير فيها هي الكروس جيردر. ممكن يعملها لك مثلا زي كده، يقول لك إن هنا إيه، في لايف لود بني آدمين هتمشي جنب الكوبري من الجنب، ويبقى الجزء ده كابولي اصلا طاير في الهواء، ويبقى فيه مثلا بحر بقى معدي من تحت كده. فاظن الناس شافت المنظر ده. ففي الحاله دي لما تيجي تصمم الكروس هيبقى الاستاتيكال بتاعها كده صح، اظن الناس مش هتلاقي صعوبه في انها تحط اللايف دود الدود زي ما حطيناهم وترجع تصمم عادي يعني. بس فحبينا نفكر على النقطه دي بالمره. طيب المرة دي احنا هنصمم ايه؟ هنصمم البليد جيردر بس على المين، مش هنصمم على الكروس. وانا ماشي لو في حاجة مختلفة هقول اللي عنده كروس جيردر هيعمل كذا، احنا هنا في المين هنعمل كذا، يبقى احنا دلوقتي هنصمم المين جيردر از بليد جيردر خلاص. طيب وزي اي ديزاين في الدنيا، طب ثواني اما اوريكم شكلها، انا كنت جايب صورة هنا اهي، بص كده في كلب هنا تحت ملناش دعوة بيه، هو بس انا يعني اخترت الصوره دي من النت على اساس تعرف بس اللي فيها الكلب، على اساس تعرف تريلاتيف تناسب القطاع، يعني شوف الويب قد ايه والكلب قد ايه والفلانج قد ايه، فاهم انت الفكره؟ بس ان الحجم بتاعها كبير جدا فتبقى مستوعب. فمقطع زي ده مش هتلاقيه في الجدول طبعا ولا في اي جدول في الدنيا، لازم احنا نجمعه بايدينا. طيب نبدأ في التصميم. زي أي تصميم أول حاجة بنجيبها لما نيجي نصمم العنصر، هفضل نعيد ونزيد، التكرار بيعلم الشطار. لود سترينينج أكشن سترينج أكشن مومنت وشير ونورمال وهكذا، وبعد كده سلكشن أوف سيكشن، وبعد كده تشيكاتك. يعني هو دي العناصر الأساسية، لكن ممكن نبدل حاجة مكان حاجة، نجيب حاجة الأول حاجة بعدين، هنشوف ده دلوقتي. طيب الرسمة دي اللي أنا راسمها هنا مفيهاش أي حاجة غير إن أنا إيه، يعني أنا مش عارف، أنا رسم أصلا الرسم ده من زمان،
طيب هي بس انا كان الغرض من الرسمه عشان محدش يتلخبط لما ياخد المذكره، ان انا كنت عايز اقول ان ممكن يبقى الاستاتيكال سيستم ايه في كابوني من الجنب، فالكروس جيردر دي تبقى بحرها مختلف او الاستاتيكال سيستم بتاعها مختلف. يعني المذكره دي هتبقى معاكم ان شاء الله. ده ايه، هنبدا نشرح خطوات تصميم المين جيردر اللي هي فين هنا اهي. خلاص المين جيردر اللود او الخطوه، هنبدا نفرض الاون ويت بتاع الكاميرا ب 500 كيلو على المتر رام، ونبدأ نفرض مش نفرض نجيب الديد لود اللي جاي هنا. بقى الناس تركز معايا، الديد لود اللي جاي من هنا على هنا رياكشن، ده الديد لود. اما بالنسبة لللايف لود فهو هيبقى العربية وهي بتتحرك على الكوبري هتعمل قد ايه لود على الكاميرا دي، وقد ايه لود على ادي رياكشن على المين جيردر. طيب السؤال بقى، هو انا ليه ما احطش العربية في النص وخلاص واخد اللود بتاعه على الكروس جيردر وارميه على المين جيردر؟ يعني هو في الحقيقة احنا المفروض نعمل برضو انفلونس لاين ونرجع نفس القصة دي، فاحنا هنعمل طريقة مبسطة شوية بان احنا نجيب عربية من ضمن عربيات القطر. هنختار عربية وليكن وزنها 100 طن اللي هو المنظر اللي قدامك هنا ده، ونبدأ نحط العربية دي ونحملها. تمام، ال100 طن دي هتبقى عبارة عن زي ما اتفقنا قبل كده ان العربية رسمي مش حتى هنا 4 اكسات، كل اكس منهم يشيل ربع ال100 طن، يبقى كل عجلة بالنسبة لنا، دي مراجعة سريعة يعني المفروض عارفة الناس عارفة الكلام ده من الأول، كل عجلة بالنسبة لنا هتبقى ال12.5. تمام، يبقى عندنا المية هتتقسم على ال8 عجلات، ما دون ذلك الجزء اللي قدام، الجزء اللي قدام ده واللي ورا ده كله هنعتبره 8 طن على المتر ران، 8 طن على المتر ران. يبقى أظن كده الأحمال بدأت توضح مع الناس. هنا في، غير لكم اللون، هنا في العربية بال100 طن بتاعتها، وبقوم جاي محمل قدامها وراها في الكوبري كله ده ال، خد بالك ده ال، ها يبقى أنا بحمل ال كله. تمام، أحط عربية في يعني النص، وابدا احط وزن العربيه واحط الباقي 8 طن على المتر رن. في الحقيقه ان انا لما اجي اخد الكاميرا دي، الناس بس ما تنساش، المفروض ان الكاميرا دي هتشيل نص، يعني هتاخد نص اللي احنا اتكلمنا فيه ده كله مش كله. فنيجي بقى للحل بقى، كل الكلام اللي انا بقوله هنا ده كده ايه، يعني بحاول اوسع منظر اللود في دماغك تبقى متخيل بس احنا بنعمل ايه، يبقى عندك كونتويشن كويس واحنا شغالين. طيب الكلام بقى المهم بقى والكلام اللي بياكل عيش، نبدأ نحل. ادي العجلة اهو، وادي اللود اللي قدام، ده كده ستاتيكال سيستم محترم، وادي ال بتاعتك. عايزين نحولها، الطريقة التقريبية بتاعتنا هنحولها للمنظر ده دبليو ايكوفلنت، هي عبارة عن، وانت هتشوف ازاي مش الشخبطة دي كلها، واحد مش شخبطة خلاص. عبارة عن الكاميرا دي عبارة عن سيمبل. تمام، وهنبدأ نجيب اللود اللي عليها. طيب يبقى دي شايل أول حاجة ديد لود من السترينجر من الكروس جيردر. إيه ده، أنا بخلص منه في إيه يا عم، اكتب. طيب ما علينا، هتبقى شايلة ديد لود من الكروس جيردر والسترينجر والفلانكات، وكل الوزن اللي جاي من فوق هعتبره ديد لود وارميه كرياكشن بالمنظر اللي انت شايفه هنا ده. خلاص، يبقى المنظر ده هو عبارة عن الديد لود اللي جاي من فوق كله، يعني الار ديد لود ده جاي من السترينجر على من الكروس جيردر على المين جيردر. الار ديد لود ده جاي من الكروس جيردر على المين جيردر، جاي بكل ما فيه بقى، جاي بوزن الفلنجات بتاعته، بوزن الاون ويت بتاع الكروس جيردر، بالبريسنج، كل الاون ويتس والديد لود اللي جاي من فوق، ونقوم رامينه رياكشن كده على المسافات اللي هي الاس بتاعتك. خلاص،
فوق المين جيردر، ومن هنا اظن ما حدش هيلاقي صعوبه ان يجيبوا رياكشن ويبدا يجيب الام ديد لود والكيو ديد لود. يبقى الديد لود مش هيبقى فيه مشكله ان شاء الله. خلاص اللايف لود بقى اللي احنا اتكلمنا فيه كتير برضه، المفروض مع الكلام اللي احنا اتكلمناه كله ما تلاقيش فيه صعوبه ان شاء الله. يعني هرسم ال ال، احط العربيه، ابدا احمل 8 طن و8 طن، ومن هنا اظن التحويله دي الناس مش هتحتاج ان انا اقولها اصلا. يعني لو انت فهمت اللي انا شرحته من شويه، 50 دي بتاعت ايه؟ نص العربية ال 100 طن، 12 ونص 12 ونص 12 ونص 12 ونص، تكرار بيعلم مش فطار. طيب الأربعة دي بتاعت ايه؟ الأربعة دي عبارة عن إن ده 8، يبقى هنا في 4 وهنا في 4، هنا في 4 وهنا في 4. ليه ضاربها في الرقم ده؟ تمام صح، عشان ضاربها في الرقم ده علشان الجزء ده معلوش لايف لود، او معلوش قصدي ديستريبيوتد لايف لود، فانا عايز اجيب الجزء اللي عليه ايه؟ ديستريبيوت لايف لود بس. ال ناقص 6.4 ناقص 6.4 خلاص، 6.4 دي اللي هي العربيه، المسافه بين العجله ايه والمسافه اللي متطرفه من ورا والمسافه اللي متطرفه قدام اللي هي 4 من 6 دي. يبقى كده تقسمها على ال ال، يبقى جبت الديستريبيوتد لود على الايه؟ الكاميرا كلها. ام لايف لود زي الشاطر كده، يو لايف لود equivalent، اتفقنا ان اللي اتحولت. امباكت برضو زي الفل، الرصه دي مش هنلاقي فيها اي مشكله اظن. بعد كده تقوم طالع الجدول الظريف الخفيف بتاعك اللي هو ابسط من الجداول قبل كده، بس ابسط في ايه؟ ابسط في الشكل، لكن ستريننج اكشن زي الفل ماشي. تلاقي ستريننج اكشن تقيله جدا معاك. تخش بالديزاين فاليوز دي نجيب الايه؟ عشان انتم مضطرين المره دي بقى ايه كده تعاملوا مع خط ايدي، يعني عشان عدت شقه صور مذكره لان فيها تفاصيل كتير جدا انتوا مش محتاجينها ممكن تلخبطكم، فمجبرين بقى معلش تتعاملوا مع خط ايدي. ودي حاجه مش سهله يعني اظن. طيب ديزاين از بليد جيردر، هنبدا ناخد القيم دي ونصمم البليد جيردر. طيب في الحقيقه هو تصميم البليد جيردر له كذا طريقة، واحنا اتفقنا احنا دايما نختار لكم الطريقة المبسطة. أبسط طريقة ممكن نعملها إن احنا نفرد الأبعاد، نرجع نشيك عليها. يعني هفرد أبعاد الفلانجة تي فلانج ودي فلانج، بي فلانجة بقى بي وتي، والويب هنفرد الاتش ويب ونفرد التي ويب، ونرجع نشيك عليهم في الآخر. طب نبدأ بالويب. في الحقيقة أنت لما تيجي تفرض افرض بذكاء، يعني نفرض بذكاء شوية. هو أنا لما بفرض الويب أو لما بطلع قطاع الويب بيفرق معايا في إيه؟ مش برجع أشيك عليه لوكال باكلينج، برجع شايل عليه أشيك عليه شير، لأن الويب اللي بتشير الشير، وبرجع أشيك عليه ديبس تو سبان ريشيو اللي إحنا قلنا عليها كده، اللي هي تدل على الإتش على ال تبقى أقل من 100، أقل من 60، أقل مش عارف من كام، الأرقام القديمة بتاعتنا دي. طب هو إيه المشكلة إن أنا بالراجع من التشيكات بتاعتي أختار إتش أو اخترت تي ويب؟ من هنا التي ويب على الدي ويب المفروض از لوكال باكلينج تبقى اقل من 190 مش عارف ايه. طب ما انا اقعد اضرب طرفين في وسطين واجيب التي ويب، فيها مشكله؟ طيب التشيك بتاع الشير اهو، ودي الاتش ويب الناحيه الثانيه، تي ويب على الاتش ويب، ودي الاتش ويب الناحيه الثانيه، وهات تي ويب، وهكذا ديبس تو سبان ريشيو وهات تي ويب. خلاص ومن هنا اخد اكبر واحده وابدا اصمم عليها، بس ما تقلش عن 8 مللي، لان احنا في الكباري ما بنشتغلش ويبات اقل من 8 مللي. خلاص وبكده انا اكون جبت التي ويب، والاتش ويب هنفرضها ال على 10 لو هي مين جردر. طب لو كروس جردر بي على 8، واحد يجي يجيبها كروس جردر القطاع طالع معاه ويقول لي ال على 10 ولا ال على 8، هنفخه يعني مش عايزين يعني مركز انت هنا في ال في الكروس جيردر ده بحر الكاميرا. خلاص في المين جيردر ده بحر الكاميرا، يبقى ايه اللي بتاعتها؟ ولا هنا ال بتاعت دي البي، اللي بتاعت دي هي ال. خلاص طيب يبقى انا جبت الاتش وجبت التي ويب، يبقى انا كده الويب خلاص. ابدا اجيب الفلانج، نظف تمام، اصبر ما ننظف هنا كمان ماشي. الاريا فلانج في الحقيقه يعني هي الطريقه دي زي ما قلنا سمبليفايد شويه. انا هعمل ايه؟ هي الفلانج ايه وظيفتها اصلا؟ تقاوم المومنت.
يعني الجزء اللي فوق، الجزء اللي تحت اللي فيه شد ما فيش مشكلة، يعني الموت لما يشد من تحت مش مشكلة، المشكلة عندي لما الجزء اللي يتشد اللي فوق اللي يتضغط فوق. في الحقيقة الموت لما بيضغط مش بيضغط على الفلانجة بس، وبيضغط على الفلانجة وسدس الويب. الكلام ده قلنا قبل كده في الكلين جيردر للناس كتير، بس هتلاقي الناس ناسية يعني. يبقى انا لما اجي اقول السي بتساوي التي، يبقى السي دي هتأثر على الفلانجة وسدس الويب مش الفلانجة بس. فلما اجي انا اجيب الفورس اللي انا هصمم عليها الفلانجة من المومنت، هقول ايه؟ هقول ان الاريا فلانجة، او سيبك من الاريا فلانجة دي دلوقتي، السي بتساوي التي. طب السي اجيبها ازاي؟ انا عايز اجيب الفورس، عايز اجيب الفورس مش هنا سي وهنا تي. ادي اول غلطة يا حلو، احنا قلنا فيه سوتس. يبقى مكان القوة نفسه لسه مجهول بالنسبة لي، معرفش هنا ولا هنا ولا هنا. هي انت ممكن تحسبها يعني، بس يعني في قيمة تقريبية احنا بنديها لك مباشرة، ان الاذراع العزم اللي بيلف بيها المومنت او الاتش نوت هتلاقيني كاتبها لك بتساوي 97% من الاتش ويب، يعني تقريبا هتقلل من 5 الى 10 سنتي. خلاص هتلاقي كاتب لك انا القانون هنا، تمام. اظن من هنا مفيش فيه مشكلة ان شاء الله. تقدر تجيب السي اللي هي بتساوي التي، وتقدر تجيب اللي هي المومنت على الاتش، المومنت اصلا معاك ماكسيمم مومنت، تاخد اقصى حالة تحميل عندك. خلاص وتقول لي الاف سي اللوبل بتساوي السي على الاريا فلانج. ما انا لو جبت السي اقدر اقول ان الاستريس الالوبل بتاعي بيساوي الفورس على الاريا، ومن هنا اقدر اجيب الاريا. اقول له اجيب الاريا زي ما هو الاف سي اللوبل دي، ما انت هتفرضها بنفس الفرض اللي انا كاتبه لك تحت هنا ده. خلاص تفرضها بنفس الفرض اللي انا كاتبه لك تحت. طيب في الحقيقه هو انت جبت ايه؟ جبت الاريا اللي بتقاوم السي كلها، بس انا عايز اجيب الفلانجه بس من غير السوتس ده. يبقى تطرح منها السوتس زي ما انا عامل كده، يبقى الاريا فلانجه بتساوي المومنت في الاتش. انا عامل لك قانون، اللي مش عايز يحفظ قانون يعني، انا قلت لك تسلسل الخطوات بشكل سلس ومش محتاج حفظ. عايز تحفظ قانون، الاريا فلانجه بتساوي القانون ده. خلاص اهو، لو انت مش باين عشان انت في الفيديو. ماشي خلاص، يبقى عرفنا القانون ده منين. عايز يحفظه بقى يحفظه، الفرد اللي هو بالستريس اهو. طيب من هنا انت هتجيب الاريا فلانجة بس. طب الاريا فلانجة انا معايا اريا، انا عايز دي في تي. هنقول لك نفرض التي من 1.4 2.6 حاجة تاني، اي خدمة، فرضيات اهو والدنيا ايه. تفرض التي وتجيب البي، انا كاتبها دي ليه؟ المفروض بي، ما علينا. طيب اول حاجة بقى هعملها كده، جبت قطاع يعني لو لاحظت انا جبت ده وجبت وجبت الويب زي الفل. نبدأ بقى نشيك. اول حاجة هتعملها انت زي الشاطر كده، تعمل تشيك على اللوكال باكلينج، مش هشرحه، تخش تشوفها كومباكت ولا نون كومباكت. بس خد بالك ان البيلت اب سيكشن ليها خانة غير الروت سيكشن، يعني ركز شوية وانت بتبص في الكود، ركز على ان في بيلت اب سيكشن وفي. طيب ايه اللي انا كاتبه ده بقى؟ ايه ده بقى؟ لا مالكش دعوه بالكلام، دي طريقه تانية عشان تحسب بيها ابعاد الويب، بس طريقه اصعب شويه. الظاهر ده كان تحضير ولا ايه؟ طيب إيه، ما تبصش على الجزء ده، يلا انا مش شايفش الفيديو بقى هيتسوح. ما الجزء ده يعني لو ده هتحسب بيه الويب يعني. نبدا نشيك ستريسز، تمام. ستريسز بنشيكها ازاي؟ اول حاجه بنقول اف بي. طيب في الحقيقه هي القانون كان ام اكس على زد اكس، الناس فاكره الكلام ده. طيب اللي فاكر بقى ان اساس القانون ده كان اصلا بنقول ان الاسترس بيساوي ام في واي على اي، حيث ان واي كانت المسافه من السي جي لحد النقطه اللي انا عايز اجيب الاسترس عندها، اللي هي الماكسيموم دي اللي هيلف عليها المومنت دي، كانت الواي، صح كده؟ طيب في الحقيقة بقى هنا الجزء النيوترال اكسس مش في النص بالظبط، نتيجة لحاجات كتير. طيب مش هنطول عليكم، نخش في القصة دي. انت عشان تجيب الواي هنا هتجمع ايه ده؟ المفروض ده سهم، اللي يشوف الفيديو بقى يحط سهم، اللي ما شافوش بقى يلا ربنا يستر عليه. تحط تقسم الاتش ويب على الاتنين، تمام، زائد التي فلانج، يعني تقريبا هي في النص الفلانج يعني. احنا قايلها لك تقريبا، هو في معادلة كده انت تقدر تطلع بيها، بس ما علينا، تاخدها بنفس القانون ده. تشيك ستريس ما اظنش هيبقى فيه مشكلة ان شاء الله، خد القانون زي ما انا كتبه لك بالظبط. اللي عايز يتعمق اكتر ممكن نبقى نرفع لكم حاجة يعني،
لكن الموضوع أبسط إن شاء الله من كده. تشيكشير بقى أشرح فيه إيه ده. طيب الكيو على الاتش ويب في التي ويب أقل من 0.3 خمسة فيلد. في حاجة بقى تانية في الشير دي اللي مهمة، إن في تشيك تاني إنه اسمها حاجة اسمها الشير باك لينك، هتلاقيها في الكود في التشيكات اللي قدام خالص، يعني هتلاقيها قبل صفحات اللاترال تورشنال باك لينك. الدي ويب على تي ويب لازم تبقى أقل من 105 جذر للفيلد، وده لو زاد، يعني لو دي ويب على تي ويب زادت هيحصل حاجة اسمها بنسميها شير باك لينك. شير باك لينك ده ان الويب نفسها يحصل لها انبعاك، فهتلاقي بتحط لها ستيفنر حاجه زي اللي انت شايفها هنا دي كده. هو مش عارف مش عارف الحاجات دي الستيفنرز دي اللي واقفه دي خلاص، بس دي انت لسه ما خدتش تصميمها. فلو عملت التشيك ده وطلع انصيف قول لي لا انت ما اديتنيش التشيك، ما تكتبليش كده طبعا يعني، بس يعني ايه اكتب جنبها نيتو ستيفنر، وتصميم الاستيفنر لسه هتاخده ماشي. تشيك فاتيج بقى مش هنتكلم فيه تاني، ده سيبك منه، ده الفاتيج مش هنتكلم منه تاني فيه تاني خلاص. نفس بس انا ايه مزود لك الحته اللي انت محتاج تزودها خلاص، تخش الجدول تجيب. يتبقى لك اللحام، جبنا ده جبنا ده وشيكنا عليهم وطلع زي الفل. حد يقول لي بقى ما شيكناش لا تردوش من الباك لينك، ما شيكناش فيه يعني، هو الجزء اللي انا شخبطت عليه هنا ده، بس يعني احنا عارفينك من القصه دي انها طويله شويه وديفليكشن وما ديفليكشنش. انت اللي احنا الشيكات اللي عملناها لك دي انت هتشيك عليها خلاص. اللحام تصميم اللحام مفيش اسهل منه يعني، حتى هو اللحام فيه قصه طويله كده بس انت برضه ما دخلتش فيه. احنا مدينا القانون اتعوض فيه تعويض مباشر، تجيب سمك اللحام، سمك اللحام ده ما يقلش عن 6 مللي وخلاص كده زي الفل خلاص. يعني هو اللحام فيه قصص، طب مش بالقصة دي للأمانة عشان تبقى أنت عارف، يعني اللحام فيه قصص كتير. إن لو اتكلمنا على إن أنا دي الويب وأنا عايز ألحم فوق، ففي شير وفي ضغط من هنا وهيحصل عليه شير وضغط على وجه والوجه التاني مش، فأنت إيه ما علينا، خد اللحام بالمنظر اللي أنت شايفه ده وطلع قيمة الاس ما تقلش عن 6 مللي. طيب خلصنا الدرس وان شاء الله بسيط وما فيش فيه اي حاجة. والناس اللي صممت الكروس جردر وطلعت معاه من بليد جردر يصمم بنفس الطريقة، ويختلف معاهم البي بس فوق. المفروض بقى ايه مطلوب منك تسلم، تسلم المين جردر واللي بيقول الكروس جردر يكمله، والمفروض ان انت كده خلصت الكوبري، بس بقالك في حاجات بسيطة. بقالك في ايه؟ بقالك في انك تصمم السترينجر بريسنج اللي جوه دي خلاص، وبقالك في انك تصمم الكونكشن اللي بتربط بين الاليمنت وبعضها، خاصة الكونكشن ده اللي هو بين الكروس جيردر والسترينجر. وفي الحقيقة هما الاتنين دول ما كناش احنا بنشرحهم قبل كده، على اساس ان الناس بتبقى جايه واخده كونكشن، فالكونكشن دي كاميرا مع كاميرا، يعني انت ما فيش اي حاجه، دي كاميرا وفي كاميرا تانية جايه من الجنب كده، فالمفروض ان المسامير دي انت تقدر تصممها يعني. بس يعني لو الناس ما ظبطت حاولوا بس يعني الاول، لو ما ظبطش معانا الموضوع ممكن نبقى ندي فيها نبذه كده. وطبعا ده تراس اليمنت، يعني البريسنج ده زيه زي تراس اليمنت، اليمنت وعليه ضغط، يعني ما اظنش ان في اي حاجه، يعني هتبقى فورس على اريا وتبدا تشيك وتجيب الاي سمول وتشيك على الباكلينج وتجيب القطاع اف اكشوال اقل من اف الاون واللمضه، وخلص الحوار على كده. يعني في شويه تفاصيل فيها بس المفروض ان هم اتقالوا في المحاضره، لكن هي تصميمها هيبقى سهل ان شاء الله. لو الناس في صعوبه في الموضوع ده ممكن يبقى نتكلم فيها بعد كده. في ايه تاني؟ خلاص اظنش ان في حاجه تاني. يلا بالتوفيق.